بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله في الفيديو دوت هنكمل الشرح بتاع الديزاين أوف بيمز اللي إحنا كنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. كنا شرحنا خطوات الحل، النهاردة إن شاء الله هنشرح مثال. هنفتكر بس كده سريعا، إحنا اشتغلنا على تصميم الكاميرات المعرضة إلى إيه؟ إلى بندنج مومنت بس إم في اتجاه إكس. طبعا إحنا عارفين إن في عندنا المعادلة العامة للإجهادات اللي هي إن على الإيه والإم إكس على إكس في الواي والإم واي على الأي واي في الإكس. ممكن القطاع بتاع حضرتك يبقى عليه إم إكس بس، ممكن القطاع يبقى عليه نورمال بس، ممكن القطاع يكون عليه إم واي بس، أو ممكن يكون كومباينيشن ما بين التلاتة، نورمال مع إم إكس أو نورمال مع إم واي أو إم إكس مع إم واي أو نورمال مع الإم إكس مع الإم واي. دي كلها كيسز ممكن حضرتك تتعرض لها في الستيل. طيب اللي هنتكلم عليه اللي هو ديزاين أوف بيمز المعرضة إلى إيه؟ إلى بيندنج إم إكس فقط لا غير. ومن ضمن الأمثلة أو الأبلكيشن اللي موجودة عليها في الطبيعة اللي هو الميزانين فلور زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت. طيب ندخل كده في المثال على طول. بيقول لي ان انا عندي البلان دوت ذا فيجر شو ابلان اوف ميزانين فلور اف يو نو ذات اللايف لودز اون ذا فلور. لو كان اللايف لود عندنا 3 من 10 طن على المتر تربيع، ات از ريكوايرد تو رقم 1 ديزاين ا سيوتابل سكشن، اعمل تصميم لقطاع مناسب فور ذا سكندري بيم از كونتينوس، صمم قطاع السكندري بيم از ايه كونتينوس يعني كانها كاميرا مستمر. رقم 2 ديزاين ا سيوتابل سكشن فور ذا مين بيمز، ادي البلان بتاع حضرتك. طيب لو انا ما كتبتش لحضرتك سكندري بيم ومين بيم، حضرتك طبعا الشكل باين ان انت عندك قطاع ادي اي واي، الاي اللي هي موجوده دي بتشير الى ايه؟ الى الكروس سكشن بتاع مين؟ بتاع الكولم. يبقى الكاميرا اللي هي بتسلم بين عمود دوت والعمود دوت هي دي بالنسبه لي مين؟ المين بيم. يبقى البحر بتاع المين بيم هو بكام؟ اللي هو يعتبر 10 متر، 2.5 و2.5 و2.5 و2.5، ودي بالنسبه لي عموديه عليها اللي هي ايه؟ اللي هي السكندري بيم. السكندري بيم زي ما حضرتك شايف هي كاميرا مستمره، ما يهمنيش مستمره باكيتين ثلاثه اربعه، المهم انها في الاخر مستمره. السبيسنج عندنا او يعتبر بحر الكاميرا المستمره لكل باكي عندنا 6 متر، والمسافه ايه اللي هي بين الكاميرا الثانويه وبين الكاميرا الثانويه اللي وراها بيساوي 2 متر ونص، ومديني هنا الفلورين كفرنج بيساوي 15 من 100 طن على المتر تربيع. طيب نبدا اول حاجه التصميم بتاع السكندري بيم از كونتينوس. طبعا اول خطوه عندنا الاحمال، الديد لود هو عباره عن تي اس في جاما ال سي زائد الفلور كفرنج، وبنضرب الكلام دوت في الايه زائد الاون ويت. اتفقنا ان احنا بنفرض الاون ويت بتاع الكاميرا الثانويه 5 من 100 طن على المتر الطولي، التي اس هو مش اديها لك فانت بتفرضها من 10 مثلا ل 15 سنتي اللي هي انا افترضتها 12 من 100 متر، كثافه الخرسانه المسلحه 2.5 طن على المتر مكعب، 2.5 طن على المتر مكعب. خد بالك ان انت في الستيل بتشتغل وانت بتحسب الاحمال بتشتغل عليها طن ومتر، ولما بتشتغل في الديزاين بتشتغل طن وسنتي، تمام؟ يبقى الاحمال في الستيل بنشتغل عليها طن ومتر، واول لما اشتغل في الديزاين او التشيكات بنشتغل طن وسنتي. طيب طلع عندي ديد لود بواحد 1.75 طن على المتر الطولي، اللايف لود هو مدين اللايف ب 3 من 10، بضرب اللايف لود في الاي على اساس ان انا كل كاميرا بتشيل كل كاميرا سكندري بيم بتشيل من نص ايه اللي قبلها نص ايه اللي بعدها، يبقى اللايف لود في الاي اداني 75 من 100 طن على المتر الطولي. الدبل توتال هو عباره عن مجموع الديد لود مع اللايف لود طلع 1.93 من 100 طن على المتر الطولي. زي ما احنا اتفقنا ان اول خطوه بقى اول خطوه الاولى حساب الاحمال، الخطوه اللي بعدها على طول بحسب الانترنال فورس او الاسترينينج اكشن. ايه بقى الاسترينينج اكشن اللي احنا هنشتغل عليها؟ زي ما انا قلت لك في البدايه خالص، انا بشتغل على قطاعات الكاميرات اللي عليها ايه؟ ام في اتجاه اكس بس، تمام؟ طيب ام اكس عندنا لو انا عندي الكاميرا كانت بالدبل 3 على 8، الكونتينوس بنضرب القيمه دي في كام؟ في 9 من 10. ايه اللي بالنسبه لي هو بحر الكاميرا اللي انا بدرسها؟ طب انا بدرس مين؟ انا بدرس كاميرا سكندري بيم البحر بتاعها اللي هو اس، وهو مديها لي في المساله ب 6 متر. يبقى 9 من 10 في الدبل توتال اللي انا لسه جايبها اللي هي 1.93 من 100 في 6 تربيع على 8، كده انا جبت الام اكس ب 7.82 من 100 طن متر. الشير بيساوي 6 من 10 دبل توتال في ال، طلع معانا 6.95 من 100 طن. تمام كده؟ طيب دي كده الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه اللي هو خطوه التشويس بتاع القطاع. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان انا بفرض ان القطاع حاجه اسمها كومباكت سكشن. يعني ايه الترجمه بتاعت كومباكت سكشن دي؟ معناها ان الاجهاد المسموح بيه اللي هو اف بي بيساوي 64 من 100 اف يلد، اللي هو اف يلد عندنا ب 2.4 على اساس ان انا الحديد ستيل 37، يبقى بشتغل على الاف بي او الاجهاد المسموح بيه 1.536 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع. ده كده الاجهاد، هون الاجهاد المسموح بيه. طيب احنا قلنا ان الاس اكس
بيساوي ال ام اكس على الاف بي، المومنت اللي انا لسه جايبه اللي هو 7.82 والاف بي ب 1.536. هعرف دلوقتي الوحدات مش مظبوطه، المومنت عندنا انت جايبه طن متر والاف بي موجود فيه طن سنتي، فمعنى كده لازم تحول المومنت دوت لطن سنتي عشان احول من طن متر الى طن سنتي بضرب في كام؟ بضرب في 100. طلع عند الاس اكس ب 509.11 من 100. حضرتك هتفتح الجداول بتاعت الاي بي اي وتختار اي بي اي حسب بقى الرقم اللي موجود عندك، الرقم المناسب بالنسبه لي في المساله هو اي بي اي رقم 300. لو احنا بصينا كده على الجدول، ادي الجدول الاس اكس اللي انا شغال عليه، اس اكس بالنسبه لي هو ده العمود بتاع الاس اكس. لو انا نزلت كده انا الرقم كان طالع معايا في المساله بكام؟ كان طالع 509. لو دورت هنا في اعلى 509 429 557، فهو ده بالنسبه لي اللي انا هشتغل عليه. طب الرقم ده لو انا مشيت افقي كده ادينا اي بي اي رقم كام؟ رقم 300. تمام كده، يبقى انا نختار الاي بي اي رقم 300. الابعاد بقى بتاعته اللي هو عند الاتش الارتفاع ب 300 مللي والبي ب 150 مللي، الاس دي اللي هي بتعبر عن مين؟ عن تي ويب 7.1 مللي، والتي فلانش اللي هي تعتبر كام؟ 10.7 مللي، يعني 1.7 سنتي. تمام، ادي الحاجات اللي احنا جبناها من الجدول. والاي اكس كمان عشان نحتاجها في القانون بتاع الديفليكشن والاس اكس الفعليه. طيب احنا قلنا ان في حاجه اسمها سي، السي بتبقى تقريبا نص البي فلانشا، والدي ويب هي عباره عن اتش ويب ناقص 4 تي فلانشا. تمام، ايه بقى خطوات التشيك اللي عندي؟ اول حاجه بس بطمن ان القطاع بتاعي كومباكت. انت افترضت هنا كومباكت، الاف بي لو الاجهاد المسموح بيه ب 64 ملم فيلد، فانت بتطمن ان هو كومباكت عن طريق قلنا 3 حاجات. اول حاجه السي على التي فلانشا، تاني حاجه الدي ويب على التي ويب، تالت حاجه الجزء بتاع ال يو اكشن وال يو ماكس. السي على التي فلانشا اللي هو 7.5 على التي فلانشا 1.7، طبعا خد بالك ان انا بقسم وحده على نفسها، السي بالسنتي يبقى بتقسم على التي فلانشا بالسنتي، طلع 7. ال 16.9 على جذر الاف فيلد طلع معايا 10.9، يبقى السي على التي فلانشا اقل من ال 16.9 على جذر الاف فيلد، يبقى كده الفلانشا بتاعتي مظبوطه. تمام، طب الدي ويب على التي ويب بنفس الكلام بالظبط، بقارنها ب 127 على الجذر بتاع الاف فيلد، طلع معايا الرقم هنا 36 وهنا 81، يبقى الدي ويب على التي ويب اصغر من 127 على الجذر الاف فيلد، يبقى انا برضو بالنسبه لي التشيك دوت مظبوط. التشيك التالت بقى ده الاهم، قلنا ان احنا بنحسب حاجه اسمها ال يو اكشوال ونقارنها بحاجه اسمها ال يو ماكسيم. ال يو اكشوال هو الطول الحقيقي الغير مثبت في الاتجاه العرضي، الطول الحقيقي الغير مثبت في الاتجاه العرضي، او الطول بتاع الكاميرا المعرض الى ضغط. زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي فات، الكاميرا اللي انا شغال عليها كونتينوس دلوقتي، القطاع دوت الشد موجود تحت والضغط موجود فوق، معناها ان انا القطاع بتاع الكاميرا من هنا لحد هنا فوق عليه ضغط، بس فوق زي ما احنا اتفقنا في ايه؟ في بلاطه، يبقى ممنوع او مش هيحصل باكلينج على الجزء ده. طب لو انا جيت بقى درست القطاع دوت وهو ده بالنسبه لي الاهم، القطاع دوت بالنسبه لي المومنت موجود فين؟ المومنت موجود فوق، يبقى الشد فوق والضغط موجود فين؟ تحت. معنى ان الشد فوق والضغط موجود تحت، يبقى القطاع من تحت او قطاع الفلانشه اللي تحت عليه ايه؟ عليه ضغط، يبقى عليه باكلينج. طب عليه باكلينج، هل الفلانشه من تحت عليها بلاطه او في حاجه بتمنع الباكلينج دوت؟ لا. اذا الطول ده من هنا لحد هنا اللي هو الطول بتاع العزم ده، او المنطقه بتاعه العزم اللي هي فوق السبورت ده، هي دي المعرضه لايه؟ المعرضه لباكلينج، او اللي انا بسميها اللي اكشوال. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده قلنا انها بتتاخد حوالي 2.1 من السبان بتاع الكاميرا، طلع معايا 1.2 متر او 120 سنتي. ده كده بالنسبه لي الطول الحقيقي الغير مثبت. بقارن الطول ده بمين بقى؟ بالال يو ماكسيم اللي هو موجود في الكود. ال يو ماكسيم عندنا هو عباره عن المينيمم من القرنين دول. بصوا يا جماعه، هو في الاغلب الرقم دوت هو اللي بيطلع اصغر، في الأغلب الرقم دوت هو اللي بيطلع القيمة الصغيرة. طيب القانون الأولاني عشان برضه نتأكد، 1380 اريا فلانشا في السي بي على الدي في الاف فيلد، الاريا فلانشا اللي هي تعتبر بي فلانشا في التي فلانشا، السي بي أنا عندي الأحمال كلها موزعة يبقى ب 1.13، الدي هنا تناظر الاتش ويب، حسبنا الرقم ده طلع 347.6، 20 بي فلانش على جذر الاف فيلد، طلع معايا الرقم دوت ب 193.65%. اذا ال ال يو ماكسيم كام؟ 193.65%، يبقى المينيموم من القيمتين دول هو ال 193. اذا ال يو اكشوال انت كنت حاسبه بكام؟ ب 120. ال ال يو ماكسيم بكام؟ 193.65 سنتي، يبقى ال 120 اصغر من ال 193، معناها ان القطاع بتاعي كومباكت.
يبقى عشان نتاكد ان القطاع كومباكت لازم الثلاث شيكات يظبط، اللي هو سي على التي فلانش اصغر من 16 و9 على جذر اف فيلد، الدي ويب على التي ويب اصغر من ال 127 على جذر اف فيلد، والال يو اكشوال يكون اصغر من ال ماكسيمم. ده معناها ان القطاع بتاعك كومباكت. انا ما يهمنيش كومباكت انا كومباكت، بس يهمني في الاخر ان الاف بي او الاجهاد المسموح به بيساوي كام، 64 من 100 اف فيلد. تمام، التلات بقى تشيكات اللي عندي، التشيك بتاع الاستريس او المومنت، اف بي اكشوال بيساوي المومنت على الاس اكس، نفس المومنت اللي احنا كنا شغالين عليه 7.82 من 100 بضرب في 100 عشان احول لطن سنتي، وبقسم على اس اكس اللي انا جايبها منين؟ من الجدول. طلع معايا الاف بي اكشوال ب1.4 طن على سنتي متر تربيع، يبقى الاجهاد الحقيقي 1.4. طب المسموح به بكام؟ اللي انت اصلا لسه مظبطه هنا او لسه عامل تشيك عليه هنا، ما دام القطعه كومباكت يبقى المسموح بيه 64 من 100 فيلد، اللي هو 1536 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع. من الاخر يا جماعه، الخطوه دي لو انت جايب التشيك بتاعك، او لو جايب الخطوه التشويس بتاع السكشن مظبوط، لو انت جايب القطاع بتاعك هنا مظبوط، يبقى بنسبه كبيره التشيك بتاع الاستريس او بتاع المومنت هيسيف معاك. التشيك التاني اللي هو الشير، كيو اكشوال بيساوي كيو كابيتال على 85 من 100 اتش ويب دي ويب، ال 65 من 100 بالطن، 85 من 100 30 في 71 من 100، طلع الرقم 38 من 100 طن على سنتيمتر تربيع، الالاوبل في الشير 35 من 100 فيلد، طلع 84 من 100، ال 38 من 100 اصغر من 84 من 100، معناها كده ان القطاع سيف في الشير. القانون الثالث بتاع الديفليكشن، الدلتا لاي فلود بيساوي 5 على 384 في دبل لاي فلود ال اس 4 على الاي اي اكس. المعادله ديت لو هو سيمبل يبقى كده مظبوط، لكن لو انا شغال كونتينوس بضرب القيمه بكام؟ في بوينت 8 8 من 10، وانا شغال دلوقتي كونتينوس يبقى انا ضربت في 8 من 10. تمام، ناخد بالنا بس من الوحدات، الدبل لايف لود اللي احنا كنا جايبينها في اول المساله خالص كانت بكام؟ لو احنا رجعنا كده ادي الدبل لايف لود هي بكام؟ 75 من 100، وحدتها ايه؟ طن على المتر الطولي، 75 من 100 طن على المتر الطولي. طب تعالى نشوف بقى كده المعادله، ده 75 من 100 ال ال عندنا كده بالايه؟ بالمتر اس 4 على الاي 2100 طن على السنتيمتر تربيع، والاي اكس 8360 سنتيمتر اس 4. معناها كده ان انا الوحده دي والوحده دي فيها سنتي، او المعامل ده والمعامل ده فيه سنتي، طب ده كده فيه متر وده كده فيه متر، يبقى انا مطلوب ان انا احول المتر اللي هنا لسنتي والمتر اللي هنا لايه؟ لسنتي. اللي هيظبط لك التاني ديت هنضرب في 10 اس كام؟ في 10 اس 6، وهنوضح الكلام دوت بعد شويه. تمام، طلع عندي الديفليكشن 57 من 100 سنتي، الالاوبل زي ما احنا اتكلمنا قبل كده هو السبان بتاع الكاميرا على 300، 600 على 300 ب 2 سنتي، يبقى الديفليكشن الحقيقي 57 من 100 سنتي، الالاوبل 2 سنتي، يبقى بالنسبه لنا القطاع بتاعي او الديفليكشن سيف. طيب التصميم بتاع المين بيم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، الكاميرا المين بيم هي السبان بتاعها في المساله 10 متر، عليها كام رياكشن بقى؟ شايله كام كاميرا؟ شايله كاميرا 2 3. عرفت الكلام ده منين يا باشمهندس؟ عرفت من المساله. لو احنا كده رجعنا لراس المساله في البدايه، ادي المساله اهي، الكاميرا المين بيم اللي انا شغال عليه هي دي، البحر بتاعها ادي السبورت الاولاني وادي السبورت تاني، البحر بتاعنا كام متر؟ 2.5 2.5 2.5 2.5، يبقى ده 10 متر، وعليها كام كاميرا؟ ادي كاميرا 2 3. وزي ما احنا قلنا عشان نحسب الرياكشن بتاع الكاميرا دوت بنسميه ار توتال، الار توتال ده هو عباره عن الدبليو توتال في ال او الاس، وبضرب الكلام دوت في 1 و1 من 10، يبقى الار توتال هو عباره عن 1 1 من 10 دبليو توتال او الحمل بتاع الكاميرا في الاس، يبقى 1 1 في الدبليو توتال اللي انا جايبه من السكند بيم اللي هو 1.93 من 100 في 6. كده طلع قيمة الرياكشن 12.74 من 100 طن. طيب الأنمول بتاع الكاميرا احنا قلنا هنفرضه بكام؟ هنفرضه بواحد من 10 طن على المتر الطولي. عشان نحسب الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير، هتحسب الرياكشن اللي هنا أو رد الفعل، المسألة عندي متماثلة، يبقى سميشن الأحمال أو مجموع الأحمال على 2. مجموع الأحمال على 2 مش لازم طبعا إن أنا أمشي بالقانون دوت، بس هو الفكرة إن هو مجرد قانون عام لأيا كان عدد الرياكشنات، لأن أنا المسألة مش ثابت معايا إن هو يكون في 3 رياكشنات، ممكن يكون في كامرتين، ممكن يكون في 4، ممكن يكون في 6، ممكن يكون في 5، ممكن يكون في كامرة واحدة بس، فعلى حسب الرياكشنات اللي موجودة بتحسب ال واي واحد وتحسب الماكسيموم. طيب الواي واحد عندنا، أنا عندي دلوقتي 3 رياكشنات، يبقى 3 في الأر توتال زائد الواحد من عشرة هركزه عشان ده حمل موزع بيتركز، واقسم الكلام دوت على 2، طلع قيمة الرياكشن هو 19.6 من عشرة. الرياكشن ده بالنسبة لي هو أقصى شير، عشان كده بسميه إيه؟ بسميه كيو ماكسيموم.
تمام. طب الماكسيم مومنت يبقى فين؟ ماكسيم مومنت يبقى في النص. طب عشان احسب المومنت هنا، هو عباره عن ايه؟ اضرب الرياكشن دوت واي واحد في نص المسافه 5، واطرح منه الار توتال في 2.5، واطرح منه الجزء بتاع الحمل الموزع على المسافه دي اللي هو 1/10 في 5 في 2.5، 1/10 في 5 في 2.5. يبقى انا كده جبت قيمه الماكسيم مومنت 64.9 والماكسيمم شير 19.6. ده تقريبا الاختلاف بين الديزاين بتاع المين بيم وبين الديزاين اللي فات بتاع السكندري بيم، اللي هو ازاي احسب الحمل. لكن في الاخر دي كاميرا عليها ام اكس بس، يبقى بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده. خطوه اختيار القطاع، انا هفرض برضو كومباكت سكشن. الاول عندنا 64 من مائة فيل، الاس اكس هو المومنت على الاف بي، طلعنا الاس اكس 4225. لو احنا بصينا في الجدول اللي هو ده، اقصى عندي حاجه الاس كام؟ 3070. معناها ان الاي بي اي دوت او الجدول بتاع الاي بي اي مش هينفع ان انا اشتغل عليه، لان اقصى قطاع تشتغل عليه اللي هو 3070، وانا الرقم طالع معايا كام؟ الرقم طالع معايا 4225. يبقى كده الجدول اهو اي بي اي ده جدول غير مناسب. في جدول تاني اللي اسمه ستاندرد اي بي اس اي بي، او في جدول تاني ممكن تدخله برضه اللي هو اتش اي بي، او جدول البي اف اي بي اللي هو برود فلانش اي بيم، ايا كان الجدول. وده طبعا هيكون موجود جيفن معاك في الامتحان. ممكن تطلع القطاع من اي جدول منهم. انا اخترت عندي ستاندرد اي بيم رقم 600، ودي البارامتر اللي انا طلعتها من الجدول، الاس اكس والاي كابيتال اكس والاتش والبي فلانش والتي ويب والتي فلانش. طبعا حضرتك لو عايز تستخدم جدول تاني مفيش اي مشكله يا جماعه، كل الحلول بالنسبه لنا صح. برضه بنفس الفكرة، بطلع السي، بطلع الدي ويب، بعمل التشيك بتاع السي على التي فلانشة والدي ويب على الدي ويب، والتشيك بتاع الالي اكشوال. نركز بقى هنا في حتة الالي اكشوال. الالي اكشوال بالنسبة لي في المين بيم اللي هي عليها احمال مركزة بتساوي مين؟ بتساوي الاي. مين الاي بقى دي؟ هي المسافة بين السكندري بيمز اللي هو كان موجود عند 2 متر ونص، يعني 250 سنتيمتر. تمام. اللي ماكسيم عندنا بيساوي المينيموم من القيمتين دول، زي ما احنا قلنا القيمه الاولانيه بتطلع كبيره، فانا من الاخر ممكن احسب القيمه الثانيه. يبقى الماكسيمم اللي مسموح لي بكام؟ 277 56% سنتي. الاكشوال بكام؟ 250. معناها اللي يو اكشوال اصغر من اللي يو ماكسيمم، يبقى الاجهاد المسموح بيه بواحد 536 طن سنتيمتر تربيع. تمام كده. خد بالك بس ان قيمه السي بي مش 1.13 زي اللي فات، 1.35%، على اساس ان انا عندي كاميرا عليها احمال مركزه. بتعمل التشيك اوف ستريس بنفس الخطوات، ام اكس على الاس اكس، والتشيك اوف شير بنفس الاسلوب بالظبط. التشيك بقى بتاع الديفليكشن، في عندنا هنا طريقتين. الطريقه الاولانيه ودي رخمه شويه، ان انا احط الاحمال المركزه اللي موجوده معايا، بس انا محتاج احط الحمل المركز مش ار توتال بقى، لا الار توتال ده هو عباره عن ايه اصلا؟ هو عباره عن الاحمال التوتال اللي جايه من السكندري بيم. طب السكندري بيم جايبه احمال ايه؟ جايبه احمال البلاطه الديد لود واللايف لود. انا بقى لما بعمل تشيك على الديفليكشن بحتاج الرياكشن نتيجه اللايف لود بس، فانا بدل ما هجيب الرياكشن توتال، لا ده انا هجيب الرياكشن نتيجه حمل مين؟ اللايف لود. تمام. هي نفس الفكره بالظبط، انت عايز تجيب الار الكلي نتيجه الديد واللايف، فانت ضربت 1/1 في دبليو الكلي اللي هو دبليو توتال. انا دلوقتي عايز اجيب الار لايف لود، يبقى 1/1 في مين؟ دبليو لايف لود اللي جاي من الكاميرا الثانويه. ماشي يا جماعه؟ يبقى تاني الحته دي، واحنا بنحسب التشيك على ديفليكشن انا بدور دايما على الحمل بتاع اللايف لود، وده اللي واضح معايا من القانون اللي فات بتاع الحمل الموزع، كان موجود في المعادله دبليو لايف لود. طب انا دلوقتي ما عنديش حمل موزع، عندي حمل مركز، لازم الحمل المركز اللي انت شغال عليه هنا يكون جايب ار او يكون جاي من اللايف لود. طب الاحمال عندنا اللي موجوده في الحمل المركز ده عباره عن ايه؟ دبليو توتال. الدبليو توتال هو عباره عن ديد لود وايه؟ ولايف لود. انا بقى دلوقتي هحسب الاكشن نتيجه مين؟ نتيجه اللايف لود بس. اللي انا كنت حاسبه من الكاميرا كان 75%، يبقى 1/1 في دبليو لايف لود في الاس ادي الاكشن. طيب عشان بقى نحسب الديفليكشن من المعادله دي، هو عباره عن المومنت عند نقطه الاي، لو المومنت هنا اقصى مومنت على اي اي اكس. طيب المومنت دوت هو عباره عن ايه بقى؟ مش المومنت اللي جاي من الفورس دي، لا هو المومنت اللي جاي من تركيز المساحات بتاعت شكل البندنج مومنت دياجرام. بمعنى حضرتك احسب الرياكشن ده نتيجه الاحمال دي، طلع معايا 7.4، ارسم شكل البندنج مومنت دياجرام عشان تحسب المومنت. هنا هو عباره عن 7.4 مضروب في ال 2.5، طلع معايا 18.5. عشان تحسب المومنت هنا 7.4 مضروب في 5 ناقص 4 95 في 2.5، طلع معايا القيمه هنا 24.63%، والشكل طبعا متماثل الناحيه الثانيه نفس الكلام. حضرتك احسب لي المومنت في النص نتيجه الاشكال دي. طب انا عندي هنا شكل مثلث، عشان اركز شكل المثلث نص القاعده في الارتفاع وبيتركز في التلت من الناحيه دي،
ماشي في التلت من ناحيتي، نص القاعدة يبقى نص في 18 ونص في 2 ونص. طيب انت هنا عندك شكل شبه منحرف، هقسمه لمستطيل ومثلث. المستطيل الطول في العرض اللي هو يعتبر بالنسبة لي دلوقتي ادي الارتفاع بتاعه 18 ونص وطوله 2 ونص، يبقى 18 ونص في 2 ونص اداني 46 وثلاثة. طيب شكل المثلث ده هو نص القاعدة في الارتفاع، نص في المسافة دي ب2 ونص في الارتفاع اللي هي الحتة دي اللي هو الفرق من 24 63 لحد كام؟ 18 ونص. تمام. انا بقى دلوقتي عايز احسب المومنت هنا نتيجه مين؟ نتيجه الفورس دي، نتيجه الفورس دي، نتيجه الفورس دي، ونتيجه الرياكشن اللي جاي منها. تمام. او المومنت اهو بيساوي 77.1 الرياكشن. طب الرياكشن اللي جاي منهم دوت جاي منين؟ ما هو جاي من المجموع ده 18 ونص زائد اسف جاي من ال 23 و13 من 100 زائد ال 46 زائد مين؟ ال 7 66 من 100، على اساس ان الثلاث اشكال دول هما اللي موجودين من ناحية الشمال وزيهم من ناحية اليمين، يبقى الثلاث أشكال دول هيتزن معاهم الرياكشن ده، والثلاث أشكال ناحية اليمين هيتزن معاهم الرياكشن ده. طيب يبقى أحسب المومنت عادي بقى اللي هو الرياكشن 77 في 5، شيل منه 23 و13 من 100 في مين بقى؟ في المسافة. المسافة من هنا لحد النص هي عبارة عن الحتة دي ب2.5 زائد تلت ال2.5، يبقى 2.5 زائد تلت ال2.5 يديني 3 33%. طب ال 46 و3 بتركز في نص ال2.5 يبقى 1 وربع. طب ال 7 66 بتركز في تلت ال 2.5 يبقى في 2.5 على 3 طلع المومنت عندي 244.2 طن متر. نفس الفكره برضو بالظبط 244.2 على الاي او اكس، وبرضو عشان اظبط الوحدات بضرب في كام؟ بضرب في ال 10 اس 6 وبقسم على الاي اي اكس، طلع معايا الديفليكشن اسمه الاكشوال بيساوي 84% سنتي، اصغر من الاسبان على 300 اللي هو 33%، يبقى كده بالنسبه لي سيف. ممكن ان انا احسب الديفليكشن زي ما قلت لك بقى، في عندنا طريقه سهله وسريعه زي ما انا لسه قايل من شويه، ان الفكره ان لازم يكون عندي عشان اشتغل على المعادله السهله اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي المعادله دي، لازم يكون الحمل اللي فيها يونيفورم حمل موزع. فانا هعمل ايه؟ انت عندك ثلاث احمال مركزه اللي هو الار لايف لود، هتحول الثلاث احمال المركزه دول لحمل موزع ازاي؟ جمعهم واقسم على الاسبان. لو انا عندي حمل موزع عايز اركزه بضرب في الاسبان، طب لو عندي حمل مركز عايز ارجع اوزعه هقسم على الاسبان. يبقى بحول الاحمال المركزه لحمل موزع، دبل لايف لود بيساوي 4.95 في 3 رياكشنات وبقسم على 10، طلع الحمل عندنا ب1.5. هرجع بقى للمعادله الاصليه اللي عندي 5 على 384، هضرب هنا في 1.5 في ال اللي هو بحر الكاميرا من بيم اللي هو 10 متر على الاي اي اكس، وبرضه بضرب في 10 و6 عشان تظبيط الوحدات، طلع عندي الديفليكشن 7.10. لو احنا بصينا في الديفليكشن هنا طلع معايا 84%، فالفرق تقريبا حوالي 14%، فده كده ما يعتبرش فرق. فالطريقتين بالنسبه لك اي واحده فيهم ايا كان ممكن تشتغل عليها، اعتقد ان الاسهل هي الطريقه الثانيه دي. تمام. ده كده بالنسبه للتصميم بتاع السكندر بيم والتصميم بتاع المين بيم. انا بس عايز اوضح لحضرتك الحته بتاعه الوحدات. افتكر اهوت اللي انا قلته في اول المساله، وانت بتشتغل على اللودز في الستيل بتشتغل احمالك بالطن والمتر، واول ما تشتغل في الديزاين بتشتغل طن وايه؟ بتشتغل طن وسنتي. تمام. ده كده الجزء بتاع الديفليكشن اهو. القانون بتاع الديفليكشن هو عباره عن 5 على 384 في دبليو لايف لود في ال اس 4 على الاي اي اكس. لو احنا مسكنا كده بس رقم رقم او رمز رمز، الدبليو بالنسبه لنا ده حمل طن على متر، ال اس 4 ده طول يبقى متر اس 4 على الاي، طن على سنتي متر تربيع يبقى طن على سنتي، فمقام المقام يطلع بسط، يبقى الطن ده سنتيمتر مربع دي بتاعت الاي، في الاي اللي هو سنتيمتر اس 4. انا عايز اظبط بقى الوحدات، ده سنتي وده سنتي وده طن وده ده طن. تمام. طب بالنسبه لنا بقى للمتر، المتر اس 4 مع المتر يتفضل لي متر اس كام؟ متر اس 3. عشان احول من متر اس 3 لسنتي اس 3، المتر ب 100 سنتي يبقى متر اس 3 ب 100 اس 3، يبقى انا كاني هضرب في كام؟ هضرب في 10 اس 6. شكرا.